أنا الدكتورة فريدة المنشاوي. الخميس اللي فات جوزي اختفى في ظروف غامضة. لو أنت مرات شريف فأنا مراته يمكن زيادة. أنا دخلت المستشفى بسبب الرواية دي وما عنديش أي استعداد إن حد يتأذي بسببه. اختفى؟ بقول لك في عربية ورانا. إيه؟ اطلع. الرواية بتتكلم عن واقعة حقيقية حصلت في أواخر الستينات. نادر الرفاعي رسام، ممكن تلم شعرك؟ هيبقى أحلى. أنا لسه معرفتش اسمك لحد دلوقتي. نسيمة، أنت ما بتزهقش من الرسم؟ البورتريهات دي مش هتعرفي قيمتها دلوقتي. مين نادر الرفاعي ده؟ اللي سمعته إنه كان رسام شاطر واختفى فجأة. فيلم عبد الدايم، مهندس مدني. نادر الرفاعي. أهلا وسهلا. خلينا نفترض إن نسيمة دي ماتت، يبقى مين الست اللي قابلها شريف في اسكندرية؟ شريف غالباً كان حاسس باللي هيحصل. لما يعرفوا إن أنا فوت وإن الرواية نازلة هيحاول يخلص منه. مش كفايه بقى يا نسيمه؟ انت اللي قتلت نادر. تاني يا نسيمه؟ انت اللي قتلت نادر. تاني. خلينا نفترض اللي مكتوب في روايه شريف دي حقيقه. هيفرق في ايه الافتراض ده؟ ساعتها هيفرق كتير.